السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هاد النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال بعض الخداع ديال مربي الأرانب البائعين، يعني للمبتدئين، يعني كيكونوا هما محترفين وكيحاولوا انهم يخدعوا المبتدئين. حاولوا غادي نحاولوا هاد الحلقة هادي نهضروا، الحقيقة هي قصة بغيت نعاودها لكم، وهو واحد الشيخ بغيت ندي عليه واحد السلعه في هاد الايامات، يعني شي امهات بغيت نزيد نكبر المشروع ديالي. ولقاني به واحد السيد قال لي غادي يعني نشري عليه واحد 10 ديال الامهات، كنت باغي نكبر المشروع مزيان، عندي شي ليكاج. المهم ان السيد قال لي بلي السبب انه علاش باغي يحيد هاد الامهات عليا، لان غادي يمشي للخارج، يعني غادي يمشي لاسبانيا. المهم قال لي هذا هو العذر اللي قال لي ما انا راني ما غاديش من يعني هاد الامهات ما كنتش غادي نعطيهم لك الا ما كنتش غادي نمشي للخارج. المهم انا ثقت به، الشيخ كبير يعني عنده اللحيه، قلت انايا صافي ديك اللحيه ثقت فيها. صافي بديت كنتفاهم انا وياه في الثمن، كنت غادي ندي في الحقيقه 8، يعني جوج كانوا باقيين عاد صغار، وهو قال لي كاينين 10. منين قلبت لقيت بلي كاينين 8، صافي غادي نبداو نتفاهموا في الثمن. قلت ونقلب نشوف بعدا هاد الارانب واش راهم صالحين على حسب التجربه ديالي. انا راه عندي 7 سنين دابا، راه طالع في 8 سنين ديال التجربه في تربيه الارانب تبارك الله، راني يعني ولات عندي واحد التجربه. المهم منين قلبت لقيتهم هما مزيانين، يعني ما فيهم لا جربه لا والو، صافي تقريبا غادي نجبد الفلوس غادي نخلص. يعني تفاجات باللي كاينه واحد الام منهم يعني فيها تصمغ الاذن راه عباره عن جربه، يعني دوك القشور اللي كيكونوا راهم عباره عن جربه. المهم منين بديت كنقلب الامهات الاخرين لقيت باللي كلهم فيهم تصمغ الاذن. كاين اللي بادي يعني بادي التصمغ، وكاين اللي واصل له يعني ولا احمر ولا كيسيل بالدم. يعني هذا السيد هذا شغادي نقول لك الله يسمح له، صافي لان كان باغي يخدعني. انا بغيت ندير لكم الحلقه خصيصا لهذا الموضوع هذا. منين تبغيو تشريو الارانب ديالكم مباشره قلبوا لهم في الاذن ديالهم، راه الا مشى حتى كان واحد تصمغ الاذن وخا غير بادي راه كيزيد يكمل، راه كيولي ما يمكنش انه يتحيد. ومنين صرحت قلت له ودي هاد السلعه ديالك راه فيهم تصمغ الاذن، قال لي لا داكشي كيتحيد مع الوقت ما تخاف والو، غير سير كون مهني. وانايا عندي تجربه، هادي سر غادي نقول لكم، يعني تصمغ الاذن بالتجربه. كاين النوع اللي كيكون عاد بادي، ممكن انه كون ديروا له غير الزيت روميه عاديه، انا عندي واحد الفيديوهات بخصوص هذا الامر هذا، الزيت الروميه العاديه تقطيرها في الاذن، او بلود ميثيلان يعني واحد الرشاشه زرقاء. ولكن هاد الحاله هذه اشنا هي اللي فوقاش كديرها، كيكون هذاك القشور ماشي كاينه واحد الجرح في الاذن، الا مشات كان جرح في الاذن هذاك التصمغ ما كيبغيش يحيد. هو الزيت ملي كديروا الارنب يعني شنو كيحدث انه كيبقى ياكلوا هذاك الزيت، كيبقى ياكلوا كيبقى ينفض بالاذنين ديالو، صافي هذاك التصمغ ما كيبقاش. وكذلك بلود ميثيلان. ولكن الا كان هذاك التصمغ فيه جرح، يعني راه هذاك عباره عن جرح، كيولي واخا يبغي هو يحيدو مسكين ما كيقدرش يحيدو. وياكم تحيدوه مشي نتاف ولا شي حاجه تقولوا نتوما محيدوه، يعني بقاو نقشروا لهم اذنيهم. الا درتوها راه كونوا متاكدين ان هذاك الارنب كيموت في الحين، ما كي ما 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 كيتجي واحد الورم واحد الالتهاب في الاذن ديالو وكيموت. زياده على هذا الشيء انا عندي قطيع ديالي تبارك الله، انا راني عندي ليكاج، عندي هي ليكاج، وعندي هنايا عاوتاني كاج، وعندي كاجات اخرين راهما تمايا، وعندي عاوتاني داير مع ناس اخرين، يعني هاد القطاع هذا راني شارك مع ناس اخرين وداير ليكاج وحدة اخرين. الا كون شريت من عنده هذيك السلعه كونوا متاكدين ان العدوى كتنتقل، يعني هذا التصمغ الا جبتيه شي نهار مثلا شي واحد، مثلا نعطيو مثال، مثلا عندك نتايا ذكر مثل هذا ذكر، يجي شي واحد يقول لك انا بغيت الله يخليك بغيت نلقح عندك، حتى
تلقيه شحال المده ديالو ما كاملش حتى 5 دقائق. الا جبتي نتوه وحطيتيها معاه فيها تصمغ الاذن مباشره غي كيطلع فوق منها كتحيد النتوه كتعطيها لمولاها الغد ليه يومين ثلاث ايام كتبدا ديك القشور كيجيو في ودنهم كيتعدوا هو كيتعدوا. يعني حاولوا انكم تصمغ الاذن تحضيو منه في الشريان. اكثريه الناس اللي باغيين يشريو ماشي غيجيو يشري الجربه ديال 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 الشعر كيتساقط هذيك كتكون باينه ويعني واحد يحشم انه يحط واحد عنده الجربه مثلا في طيح له الشعر ما غاديش يقدر يبيعو مفروش يعني واضح لك شيء واضح. اما تصمغ الاذن كيكون داخل نتوما خصكم يعني بهذه الطريقه ماشي تقولوا باللي غادي صافي الارنب هو هذا صافي راه مزيان لا سيروا له هكا وطل يعني طل بحال هكا مثلا هكا وتشوفوه مع الشمس الا لقيتو غير قشور قليله صافي كونوا متاكدين ان هذاك القشور راه كتعدوى اولا راه الا كان عندكم شي قطيع مباشره هيك هي هذيك القشور راه كتسرح مع الكاج كامل هي كانها جربه هذيك راه نوع من الجربه كاين تصمغ الاذن وكاين الجربه اللي كطيح الشعر هذيك الجربه ديال تصمغ الاذن راه كاين جوج مراحل فيها يعني بالتدريج المرحله الاولى كتكون غير فوق غير في الاذن غير محطوطه حنا نقولوا غير محطوطه ملي كديروا الزيت الروميه او الرشاشه الزرقاء ديال بلو دو ميثيلان هذيك يعني الاخر الاذن كتبقى تجيها الحكه بصح ممكن دير كتبقى تنفض كتبقى تهز راسها هكا وكتنفض هذاك الشيء ملي كتنفضوا صافي ما كيبقاش الماض صافي كيسالي عندهم. اما اذا كانت جرح نتوما عموما منين يكون تصمغ الاذن ما تشريوش هذاك القنين هذاك راه باديهم المرض ما تشريوش هذاك القنين راه غادي يضيع لكم القطيع ديالكم كامل. انا حمدت الله وشكرته لان في ديك اللقطه انا كنت واثق فيه داير فيه الثقه لان كنت شفتو نتوما المنظر ديالو يعني راجل كبير ما تقولوش انه هو غادي يدير هاد الحيله هذه ان كلهم فيهم تصمغ الاذن ولكن من الدرجه الثانيه يعني صافي بدا كيبان فيهم القيح بدا كيبان فيهم ومع الحجم ديالهم تبارك الله كبير وتا الثمن انه غراني يعني قال لي واحد الثمن وقال لي حتى السبب علاش غادي يحيد هو هذوك الارانب انه غادي يمشي لاسبانيا صافي اختلق لي واحد القصه. اذا ما تخدعوش ماشي تشوفوا شي واحد يبقى يقول لكم على القصه اللي هو باش غادي يبيع هذوك القناين هذوك الارانب وراهم رخاص في الثمن. انا كنت غادي نزعم انا في الحقيقه ماشي ما بياش الفلوس ان التربيه ديال الارانب الحمد لله هي مربحه الا جبتي واحد 10 نتوات ولا وبقاو كيعطوك كل شهر الارانب غادي تعوض الثمن ديالهم. انا واخا يعني ما بياش الفلوس ولكن هو خدعني بالمظهر ديالو يعني راجل مسن باللحيه بيضاء انا قلت صافي يعني قضيه بحال اللي غاديه دينيه انا غاديه بالبركه انا كنت كنقول ما نتشطرش معاه كاع انا قال لي ثمن مغري صافي غنجمع عليه كلش صافي غادي نديرهم في الطوموبيل ونمشي ولكن اذا بيت تفاجات ان فيهم تصمغ الاذن انا درت لكم هذه الحلقه خصيصا لهذا النوع ديال الباعه اللي كيبغيو يضحكوا على الناس مثلا حد اخر ما عندوش تجربه 100% غادي يبيع له هذيك السلعه وغادي يضيع فيها لان 10 نتوات ولا 8 نتوات راه الا درتي لهم غير 200 درهم للوحده راه ما ساهلاش يعني فلوس راه محطوطه وغادي تمشي لان تصمغ الاذن راه كيؤدي للوفاه. وفي نفس الوقت هذاك الكاج اللي ربيتيه فيه هذوك الارانب صافي غير رميه لان تعيا تغسل اي ارنب تجيبه نقي ما فيهش هذاك المرض وتجيبه وتحطه في هذاك القفص كيتعدوى كيتعادى. حنا هادشي حنا في غينا على هادشي. انا قلت له حتى الشطاره ما تشطرش معاك غير عطيني حاجه مزيانه. قال لي كون مهني هاد الارانب راه كانوا دياولي وانا كون ما غاديش نسافر لاسبانيا راه ما كنتش غادي نعطيهم لك كاع. انايا المهم ثقت فيه نتوما ما تثيقوش. واول حاجه تبغيو تشريو الارانب ديالكم وهو قلبوا لهم ودينتهم ما يكونش فيهم تصمغ الاذن ما يكونش فيهم سيلان الانف ما يكونش فيهم يكونوا مكسيين بالشعر مزيان ما يكونش شي جهه ما يكونوا العينين ديالهم لامعه ما يكونوش دبلانين ما يكونوش كيقول لك الارنب مخطوف بحال اللي نقولوا بحال اللي مريض حنا كنقولوا مخطوف
يعني ما كيشوف ملي كتشوف فيه ما كتحس بيه كيشوف فيك بعيني لامعتين، لا كتحس بيه مخطوف. المهم حضروا مع هاد الباعه هادو الحلقه ديالنا راه سالات، كنظن انني وصلت لكم ميساج. حضروا ما تخدعوش بالمظاهر. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، قناه غاديه بالدعم ديالكم، ما تنساوناش بزر جام، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.